بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اما بعد اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلاب طلاب الصف الثالث الاساسي في حلقه جديده مع ماده الرياضيات معكم الاستاذ احمد الشرفه وسنكون اليوم مع درس جديد وهو درس النسبه 2 بعد مشاهدتك للفيديو يتوقع منك عزيزي الطالب ان تكون قادرا على تتعرف على خواص النسبه نجد نسب مكافئه لنسب معلومه توظيف ما تعلمته في حل أسئلة منتمية للدرس ولكن وكما تعودنا وقبل البدء في درسنا اليوم لا بد من استرجاع بعض المعلومات التي تحتاجها في درسنا لهذا اليوم فأجب معي عزيز الطالب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول أكمل الفراغ مقدم النسبة في 7 على 9 هو بينما تالي النسبة هو وراء كما تعلمنا في الدرس السابق بأن مقدم النسبة يأتي في البسط، فيكون الجواب لدينا هو 7، بينما تالي النسبة يأتي في المقام، فيكون الجواب لدينا هو 9. السؤال التالي: النسبة 9 على 12 تساوي فراغ بين قوسين في أبسط صورة. نريد هنا إيجاد النسبة 9 على 12 في أبسط صورة. كما تلاحظ أنه يمكننا قسمة البسط والمقام على 3 فتصبح لدينا النسبة في ابسط صورة 3 على 4 السؤال التالي نكتب النسبة 5 على 8 على صورة 5 على 8 او 5 الى 8 او 5 تقسيم 8 وفي السؤال التالي في الشكل المقابل نسبة الجزء المظلل هي كما تلاحظ امامك دائره هناك اجزاء مظلله منها كم جزء مظلل فيها؟ أحسن. تجد بأن نسبة الجزء المظلل هي خمسة على ثمانية. وفي السؤال التالي، إذا كان عمر طارق ست سنوات وعمر أبيه أربعة سنة، أجد النسبة بين عمر طارق وعمر أبيه. كما تلاحظ، لقد وضعنا النسبة على صورة عمر طارق على عمر أبيه. كم كان لدينا عمر طارق؟ أحسن. ستة. وكم عمر أبيه؟ 34 فتصبح النسبة لدينا 6 على 34 أو 6 إلى 34. في السؤال التالي: إذا كان طول رفيف 120 سنتيمتر وطول والدتها 165 سنتيمتر أجد النسبة بين طول رفيف وطول والدتها. أيضاً نضع هنا النسبة على صورة طول رفيف على طول والدتها. فيكون الناتج لدينا 120 على 165 أو 120 إلى 165 والآن بعد أن استرجعنا ما درسناه سابقا والذي سنحتاجه اليوم هيا بنا نبدأ درسنا لهذا اليوم في النشاط الأول سمي عام 1948 عام النكبة حيث بلغ سكان العرب في فلسطين مليونا ونصف المليون بينما بلغ عدد اليهود ستمائة ألف شخص أجد النسبة التي تمثل عدد السكان العرب إلى عدد سكان اليهود في تلك السنة نلاحظ هنا أننا سنضع النسبة على شكل نسبة عدد سكان العرب إلى عدد سكان اليهود فتكون عدد سكان العرب على عدد سكان اليهود كم يبلغ عدد سكان العرب؟ أحسن مليون ونصف المليون وكم يبلغ عدد سكان اليهود؟ أحسنت أيضا 600 ألف فترى النسبة كما تراها أمامك ولإيجادها في أبسط صورة يكون الناتج لدينا 5 على 2 أو 5 إلى 2 في النشاط التالي سليم تاجر خضار من بيت لاهية يبيع كيلو جرام من التوت الأرضي بثلاث دنانير بينما يبيع كيلو جرام من البندورة بمئة قرش جد النسبة بين 8.1 كيلو من التوت الأرضي إلى 8.1 كيلو من البندورة، علماً بأن الدينار يساوي 100 قرش. كما تعلمنا سنضع النسبة على صورة 8.1 كيلو جرام من التوت الأرضي على 8.1 كيلو جرام من البندورة. فيصبح لدينا الناتج 300 على 100، ولإيجاد النسبة في أبسط صورة يصبح لدينا الناتج 3 إلى واحد أتعلم. نستخدم في مقدم النسبة وتالي النسبة نفس الوحدة. رقم 2 ليس للنسبة وحدة معينة فهي تبين عدد مرات احتواء المنسوب بين قوسين مقدم النسبة إلى تالي النسبة بين قوسين المنسوب إليه. ونؤكد ما تعلمناه بأن لا نستخدم أي وحدة للنسبة وتكون وحدة مقدم النسبة وتالي النسبة هي نفس الوحدة؛ ففي النشاط السابق نلاحظ إذا كانت الوحدتين متشابهتين، كانت النسبة 3 إلى واحد؛ تمثل عدد مرات احتواء ثمن واحد كيلوغرام من التوت الأرضي إلى ثمن واحد كيلوغرام من البندورة؛ أي أن ثمن واحد كيلوغرام من التوت يساوي ثمن ثلاثة كيلوغرام من البندورة. وفي النشاط التالي شادي طالب في الصف الرابع عمره عشر سنوات وعمر أبيه خمسين سنة لإيجاد النسبة بين عمر شادي إلى عمر أبيه كما تلاحظ وكما تعلمنا نضع النسبة على صورة عمر شادي على عمر أبيه فتصبح عشرة على خمسين ولإيجادها في أبسط صورة تصبح النسبة لدينا واحد على خمسة واحد إلى خمسة تعني أن مقابل كل سنة عاشها شادي عاش والده خمس سنوات ويمكن كتابة النسبة بصور أخرى 3 على 15 أو 5 على 25 أتعلم يمكن كتابة النسبة بصور مكافئة بضرب أو قسمة مقدم النسبة وتالي النسبة بعدد معين وفي النشاط التالي اكتب نسبًا مكافئة للنسب أ 8 إلى 6 النسبة المكافئة للنسبة 8 على 6 هنا نريد قسمة البسط والمقام على 2 فتصبح لدينا 8 قسمة 2 وأيضًا 6 قسمة 2 فتصبح النسبة بشكلها النهائي 4 على 3 وتكافئ أيضًا النسبة لو أردنا هنا ضرب البسط والمقام في 4 تصبح لدينا 16 على 12 ويمكن ايجادها كنسبه 24 على 18 وفي السؤال التالي 6 صحيح و9 من 10 على 2 صحيح و3 من 10 النسبه المكافئه هنا نريد ضرب البسط والمقام في 10 فيصبح الجواب لدينا 69 على 23 ولإيجاد نسبه مكافئه اخرى يمكن قسمه البسط والمقام على 23 ويصبح لدينا تكافئ النسبة 3 على 1، وتكافئ أيضا النسبة 12 على 4. النشاط التالي: أرتب النسب الآتية ترتيبا تصاعديا. النسبة الأولى لدينا: 3 على 5, 2 إلى 4, 7 على 10. لكي نستطيع المقارنة بينهما نكتبهم جميعا نسبا تاليها العدد نفسه بين قوسين نريد وضع المقام كمقامات متجانسه 3 على 5 تساوي هنا نريد ضرب البسط والمقام في 4 فيصبح لدينا 3 على 5 تكافئ النسبه 12 على 20. النسبه التاليه 2 الى 4 نريد ايضا وضع كنسبه مكافئه مقامها 20. تاليها العدد 20. كما نلاحظ اننا سنضرب البسط والمقام في 5، فتصبح لدينا النسبة 2 إلى 4 تكافئ النسبة 10 إلى 20. وأخيراً النسبة 7 على 10. نريد أيضاً إيجاد نسبة مكافئة لها تاليها العدد 20. كما نلاحظ سنقوم بضرب العدد 7 في 2 والعدد 10 في 2، فتصبح لدينا النسبة المكافئة لها هي 14 على 20 فيصبح الترتيب التصاعدي لنا في الشكل النهائي 2 إلى 4 3 على 5 7 على 10 تمارين ومسائل سؤال الأول عرض غرفة الصف 5 متر وطول مقعد الطالب 120 سنتيمتر أجد النسبة بين طول المقعد إلى عرض غرفة الصف النسبة تساوي طول مقعد الطالب على عرض غرفة الصف طول مقعد الطالب لدينا 120 سنتيمتر وعرض غرفة الصف 5 متر وهنا نريد تحويل الوحدة من متر إلى سنتيمتر فسنقوم بضرب الخمسة في 100 فيصبح لدينا نسبة طول مقعد الطالب على عرض غرفة الصف يساوي 120 على 500 ولإيجادها في أبسط صورة تصبح لدينا النسبة 6 على 25 السؤال التالي اكتب نسبتين مكافئتين للنسبه 1 صحيح و5 من 10 الى 4 صحيح و5 من 10 هنا ايضا يمكننا ايجاد اكثر من نسبه مكافئه لهذه النسبه فتكون لدينا النسبه المكافئه ل 1 صحيح و5 من 10 على 4 صحيح و5 من 10 نقوم بضرب مقدم النسبه وتالي النسبه في 10 فتصبح لدينا النسبه المكافئه لها هي 15 على 45 وتكافئ ايضا النسبة 3 على 9 وذلك من خلال قسمة مقدم النسبة وتالي النسبة على 5 وأيضا يمكن إيجاد نسب أخرى مكافئة مثل 1 على 3. السؤال التالي: أرتب النسب الآتية ترتيبا تنازليا 8 على 15 6 إلى 10 2 على ثلاثة وكما تعلمنا سابقا نريد هنا وضع المقامات كمقامات متجانسة أي نفس المقام نبدأ أولا 2 على 3 تساوي 2 على 3 نريد وضعها كمقام متجانس نلاحظ هنا المقام الذي نريده هو 30 فسنقوم بضرب مقدم النسبة وتالي النسبة في 10 فتصبح النسبة لدينا 20 على 30 أيضاً النسبة 6 إلى 10 سنقوم بضرب مقدم النسبة وتالي النسبة في 3 ليكون مقامات النسب متجانسة فتصبح لدينا النسبة المكافئة لـ 6 إلى 10 هي 18 إلى 30 وأخيراً النسبة 8 على 15 هنا أيضاً نريد وضع تالي النسبة 3 فسنقوم بضرب مقدم النسبة وتالي النسبة في 2 فتصبح لدينا 16 على 30 ويكون الترتيب التنازلي بشكله النهائي هو 2 على 3 6 إلى 10 8 على 15 السؤال التالي يبلغ طول شجرة صرو في حديقة منزل أحمد 3 متر ويبلغ طول ظلها في الساعة التاسعة 240 سنتيمتر أجل النسبة بين طول الشجرة وطول ظلها هنا كما تلاحظ لقد وضعنا النسبة على شكل طول الشجره على طول ظلها نريد اولا تحويل طول الشجره من وحده المتر الى وحده السنتيمتر فتكون لدينا 3 ضرب 100 على 240 فتصبح 300 على 240 وفي ابسط صوره يصبح الناتج لدينا 5 على 4 وفي السؤال الثاني أقارن بين النسبتين الآتيتين النسبة الأولى لدينا هي الجذر التربيعي الـ 100 إلى الجذر التكعيبي للـ 27 والنسبة الثانية هي الجذر التربيعي للـ 81 إلى الجذر التكعيبي للـ 64 كما تلاحظ بأن الجذر التربيعي للـ 100 هو 10 بينما الجذر التكعيبي للـ 27 هو 3 فتصبح النسبة الأولى لدينا هي 10 على 3 بينما النسبة الثانية تصبح لدينا الجزء التربيعي لل81 هو 9 والجزء التكعيبي لل64 هو 4 تصبح لدينا النسبة الثانية 9 على 4 هنا نريد المقارنة بين النسبتين 10 على 3 و9 على 4 كما تلاحظ أيضا نريد وضع المقامات كمقامات متجانسة فسنقوم بضرب النسبة الأولى في 4 وتصبح لدينا بشكلها النهائي 40 على 12 بينما سنقوم بضرب النسبة التالية وهي مقدم النسبة وتالي النسبة في 3 فتصبح لدينا بشكلها النهائي 27 على 12. وكما تلاحظ بأن 40 على 12 أكبر من 27 على 12 فتكون لدينا النسبة الجذر التربيعي لل 100 إلى الجذر التكعيبي 27 أكبر من الجذر التربيعي لل 81 إلى الجذر التكعيبي لل 64. تقويم ختامي سؤال الأول أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. السؤال الأول: وحدة قياس النسبة هي: سنتيمتر، المتر، الكيلوغرام ليست لها وحدة قياس. أحسنت، كما تعلمنا بأن وحدة قياس النسبة ليست لها وحدة قياس. وفي السؤال التالي: أي النسب الآتية تكافئ النسبة 5 إلى 6؟ 15 على 12، 20 إلى 30، 12 إلى 10, 15 إلى 18. أحسنت الإجابة الصحيحة هي 15 إلى 18، لماذا؟ نلاحظ هنا بأننا قمنا بضرب مقدم النسبة وتالي النسبة في 3 فتصبح لدينا النسبة المكافئة لها هي 15 إلى 18. وفي السؤال التالي أضع صح أمام العبارة الصائبة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة في كل مما يلي: ألف النسبة 3 إلى 10 تكافئ النسبة 6 إلى 20. كما تلاحظ بأن الإجابة صحيحة، لماذا؟ نلاحظ هنا بأننا قمنا بضرب مقدم النسبة وتالي النسبة في 2 فتصبح لدينا النسبة 3 إلى 10 تكافئ النسبة 6 إلى 20. وفي السؤال الآتي: النسبة 5 على 11 في أبسط صورة. أيضاً تلاحظ بأن الإجابة صحيحة. السؤال التالي: يمكن كتابة النسبة بصور مكافئة بجمع أو طرح مقدم النسبة وتاليها بعدد معين أحسنت الإجابة خاطئة لماذا؟ لأنه يمكن كتابة النسبة بصور مكافئة بضرب أو قسمة مقدم النسبة وتاليها بعدد معين سؤال الآخر أرتب النسب الآتية ترتيبا تنازليا 2 على ثلاثة ثلاثة إلى 5 11 على 15 كما تلاحظ ايضا نريد هنا الترتيب ولكن لا بد من وضع المقامات كمقامات متجانسه نلاحظ بان النسبه الاولى 2 على 3 سنقوم بضرب مقدم النسبه وتالي النسبه في 5 فتصبح لدينا النسبه 10 على 15 والنسبه الثانيه 3 الى 5 سنقوم بضرب مقدم النسبه وتالي النسبه في 3 فتصبح النسبة لدينا 9 إلى 15، بينما النسبة الأخيرة 11 على 15، تلاحظ هنا بأن المقام هو نفسه المقام الذي نريده وهو 15، فتصبح النسبة لدينا 11 على 15، فيكون الترتيب التنازلي بشكله النهائي 11 على 15، 2 على 3, 3 إلى 5، إلى هنا. نقول قد أنهينا من شرح درسنا لهذا اليوم وإلى لقاء القريب مع شرح الدروس القادمة في الختام دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته